السلام عليكم الاصدقاء ديالي، عواشكم؟ بروكه صحيحه والسلامه ان شاء الله. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت معكم عاوتاني بواحد الوصفه اللي هي الاندومي اللي تيعشقوها البنات والدراري الصغار وبعض المرات حتى الكبار تيبغيوها، ولكن ماشي بداك لي برودوي اللي تيضروا اللي تيكونوا فيها. انا جبت لكم واحد الطريقه، تفضلوا معايا تشوفوا الطريقه. سهله مهله ومقادير رخيصه، يعني كل واحد يمكن له يشريها على حسب المقدار ديالو. ندوز المكونات. غنحتاجو الفطر المعلب اللي تيكون في العلبه، غادي نحتاجو سيريمي، هو هذا اللي بغى يديرو يديرو، اللي ما بغاش ما يديروش، هذا غير رغبه ديال بنتي بغاتو. غادي نحتاجو داند فيمي اللي ما بغاش يقدر يعوضو بالكاشير. عندنا الفروماج المحكوك، عندنا الحليب حتى هو باش نصنعوا واحد لاصوص بلونش، كذلك عندنا الفروماج ورقه جوج وفروماجه والاندومي. دابا حنا حلينا الاندومي ديالنا، غنردوها تسلق، ولكن هادو غنيفيتيوهم علينا لانهم مضرين بالصحه. هادو هما لي برودوي كيميك اللي تيضروا بالصحه ديال وليداتنا وتتسببوا لهم فقر الدم، هادو ما غنديروهمش. انا بعدا البناتي تنحيد لهم هادو وتندير لهم غير مواد غذائيه من الاحسن، وفاش ياكلوها تتعجبهم. دابا غادي نبداو بالزبيده اللي درتها في المقيله، غادي نقليو فيها ان شاء الله ديك الفطر. تتبقى الزبده تتقلى، تنضيفوا عليها الفطر ونبقاو نحركوه مره مره، اي هكا المده ديال جوج دقائق كاع هكذا حتى يتغير اللون ديالو. صافي باش نضيفو المكونات الاخرى. هنا ضفنا شويه ديال المعدنوس، ضروري تيعطي حتى هو شويه ديال النكهه، وضفنا الفروماج. صافي تنديرو ديك الفروماجه وتنضيفو سيريمي وتنخليو كلشي يتقلى بشويه بشويه. والله الا هاد المكونات زويونه وفي متناول الجميع. وتنضيفو ديك الكاس ديال الحليب، صافي تيبقى يغلي غلي غلي تيتلباو المكونات. عاد باش نضيفو عليهم ديك الفروماج المورق باش يعطينا ديك لاصوص تتكون خاطره وزوينه، وباش تنديرو الخطر للوليدات. ومن بعد تنضيفو عليه تاو الفروماج المحكوك تتعطينا ديك لاصوص بلونش تتكون زوينه وخاطره ولذيذه. هنا درت الماء ديالي يغلي باش ندير الاندومي ديالي تسلق، ولكن ما غنخليهاش بزاف، غنخليها تسلق غير نص طايبه، لان غادي نضيفها من بعد على المكونات باش ما تعجنش. انا انتبهوا لهاد القضيه هذه. ها حنا ضفناها على المكونات باش تكمل الطياب ديالها مع هاد لاصوص بلونش، وان شاء الله غادي تشوفوا النتيجه تجي روعه روعه روعه. وخليوها واحد دقيقه ولا جوج دقائق على ما تتشرب ديك 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 اللذه وديك لاصوص، تجي تبارك الله خاطره. هانتوما كما تشاهدوا نيشان قبلت عينكم في الطريقه، تنحركوها حتى تيتخلطوا جميع السيريمي مع الفروماج المورق مع الفروماج المحكوك، تياخذوا ديك الختوريه ديالهم. ونسيت ما قلت لكمش التوابل اللي ضفت، راني ضفت شويه ديال الابزار وشويه ديال السكينجبير وشويه ديال السودانيه. تبارك الله كون شتي على ريحه وعلى نكهه ديال الطبق. خصنا نزيدوه، وهو لاداند فيمي اللي تنقبطوه تنقطعوه على شكل طولي، وكما بغيتي وعندكم الحريه ديال الاختيار، كما بغيتيو ديروا له شكل طولي ولا مربعات ولا طريفات صغار كما بغيتيو. انا تنقطعو هكذا شرائح طويله وتنضيفو حتى هو تيعطي عاوتاني شكل زويون ومنظر زوين. غادي نضيفو ان شاء الله مكونات باش درت لهاد الاندومي بالنسبه للسيريمي وهاد لاداند فيمي مع الفطر، تيجيو يا سلام مذاق ولذة وشكل، هكا تيعجبهم الوليدات احسن من ديك لي برودوي كيميك. وكانت هادي طريقتنا، هادي الطريقه، وهذا هو المنظر كيفاش تشوفوه. درت عليه ورقه ديال الفروماج
وحاولوا تجربوه وديروا لوليداتكم وسعدوا وليداتكم. بقاو يكون شتي على مذاق وعلى لذة وعلى تعليكة تيجي معلك ولديد. هانتوما غادي تشوفوا ها هو غير من المنظر ديالو راه باين، وان شاء الله غادي تذوقوه وغادي توليو مدمنين عليه وغادي تجربوه بالطريقه ديالي. هو انني حيدت عليا ديك الخميشات ديال ديك لي برودوي كيميك اللي ما تيصلحوش، اللي تيكونوا سبب فقر الدم وتيكونوا ميكروبات. انا ما تيعجبنيش ديك الشيء هذا، كثر رميه، هذاك هو سبب الامراض لوليداتنا. انا رميتهم ودرت شويه ديال العطريه ديالنا، غير شويه للنكا فقط. وإلا وصلتي معايا حتى لهاد المرحله هذه ما تنساونيش من لايك والاشتراك. الله يجازيكم بخير وشكرا.